في أحسن العائلات وفي أحسن اللقاءات، لكن دايما بنقول للمدافعين مفيش مخاطرة وانت جوه المنطقة، العب بمبدأ الأمان مش عيب. كرة عند أحمد عيد، لف ودار وتسديدة قوية بترتد من عبد الكافي، لكن التغطية موجودة من ربيع يشتت بشكل خاطئ، فرصة كبيرة لمصلحة نادي الاتحاد، وادي إبراهيم وجول جول جول جول، خلصها خلصها إبراهيم حسن في الدقيقة 118 بهدف تاني نتيجة أخطاء دفاعية، لكن إبراهيم حسن بيصور نفسه وبيضع بطاقة التأهل لزعيم الصغر وفرحة وهدوء لزوران. صحيح ما اختلفش شكل زوران عن التعادل السلبي، لكن الهدوء والأمان وصله بعد ما إبراهيم حسن استغل الكرة اللي راحت وجت وجت وراحت قوية من إبراهيم حسن، يدرك بيها الاتحاد السكندري أصدقائي تاني الأهداف، علشان نقول مبروك مليون مبروك للاتحاد السكندري وجماهير الأسكندرية.